متابعينا مستمرين معاكم في برنامج مساء الدوحة، راح نروح معاكم لمركز الوجدان الحضاري الذي شارك مؤخرا في فعاليات معرض كتاب أدب الطفل الذي نظمه ملتقى الناشرين والموزعين القطريين على مدى 4 أيام في مجمع طوار مول التجاري، وهو أول معرض متخصص في كتاب الطفل في دولة قطر. راح نتكلم أكثر حول هذا الموضوع. يسعدنا أن احنا نرحب عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة بالسيد يوسف شلار، المدير الإداري بمركز الوجدان الحضاري. السيد يوسف، مساء الخير. مساء الخيرات، أهلا وسهلا ويعطيكم العافية والله يجزاكم الخير. يا هلا ومرحبا. بداية، قدم لنا لمحة عن المعرض الأول لكتاب الطفل في قطر وأهميته في تعزيز مجموعة من القيم الإنسانية والأخلاقية لدى الطفل. نعم، هو كما ذكرتم هو أول معرض يختص بأدب الطفل من تنظيم ملتقى الناشرين والموزعين القطريين التابع لوزارة الثقافة، وكان على مدار 4 أيام شاركت فيه كل دور النشر في قطر من خلال عرض إصداراتهم المختصة بالطفل، وأيضا ساعدنا أيضا في المساهمة في تنظيم المعرض وبالمشاركة أيضا به. وكان يضم المعرض مسرح الطفل أيضا، تمت فيه على مدار الأيام الأربعة فعاليات ومسرح الدمى وقراءة القصص الموجهة للأطفال، بالإضافة إلى جناح مختص بالورش الفنية المقدمة للأطفال. وأتاح طبعا التواصل مباشر مع الأهالي ومع الأطفال من قبل دور النشر لمعرفة آرائهم واستطلاع توجهاتهم ومعرفة مقترحاتهم. جميل، هذا ما تضمن هذا المعرض اللي هو معرض كتاب الطفل، مثل ما ذكرنا هو أول معرض متخصص في هذا المجال. ما هي أبرز العناوين التي قدمها مركز الوجدان الحضاري للطفل في هذا المعرض المتخصص؟ نعم، قدم مركز الوجدان الحضاري دليل وجدان للطفل، وهو ثمرة جهد دام أكثر من سنة ونصف من قبل قسم الدراسات والبحوث في المركز بالتعاون مع فريق من الخبراء التربويين، وهو عبارة عن سلسلة من 8 كتب موجهة للأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات، تتضمن قيم التصورات الكبرى من خلال عرضها بأسلوب شيق بالألوان والصور تناسب هذه الفئة العمرية لتغرس القيم عن طريق القصص والأنشطة التفاعلية، وتم تصميمها حتى يشمل الجوانب الذهنية للطفل والذكاءات، يعني من الذكاء البصري والحسي والسمعي والحركي والمنطقي، فكل قيمة تم تصميم درس خاص بها يتضمن قصة، طبعا قصة نهايتها مفتوحة حتى يكون فيها سؤال، نترك الخيال للطفل حتى يكمل أحداث القصة، مع توجيهات أيضا للمربي أو الأب والأم الذي يشرف على قراءة القصة كيف يركز على القيمة ويبرز أهميتها من خلال روايته للقصة للطفل، بالإضافة إلى الأنشطة التفاعلية التي توجه الأبوين أو المربي إلى استثمار الأحداث اليومية، مثلا في السيارة، في الحديقة، في السوق، في البيت، كيف أنه يركز في يعني الأحداث على القيمة التي تضمنتها القصة. جميل السيد يوسف، يعني قدمتم دليل وجدان للطفل اللي تضمن 8 كتب للأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات. مثل ما ذكرت دائما ما نسمع أن الكتب الموجهة للطفل تحديدا صعبة وفيها كثير من التحديات، لأن عقلية الطفل تتطلب تبسيط والنزول لمستوى عمره وتفكيره. صحيح فعلا أن مهاراته ممكن تكون عالية إذا صقلناها واشتغلنا عليها من عمر مبكر، لكن أيضا طريقة إيصال المعلومة. ذكرت أثناء حديثك السيد يوسف أن تم التركيز أيضا على الألوان والرسومات والأنشطة التفاعلية، كيف وجدتم هذه التجربة في تقديم دليل يعتبر ليس ببسيط يتضمن 8 كتب؟ صحيح، وكما ذكرت أيضا يوجد تحدي إضافي وهو أن المحتوى
يعتبر محتوى فكري. فالقيم هي قيم مجردة غير ملموسة، مثلا قيم مثل الصدق والأمانة والحرية والرحمة مثلا بالمخلوقات، الكرامة الإنسانية، هي كلها عبارة عن قيم مجردة. فالطفل في السنين المبكرة يكون توجهه حسي أكثر وسمعي وبصري، بحيث يكون يدرك العالم من حوله من خلال حواسه. فكان فعلا هذا تحدي موجود، ولكن الحمد لله بفضل يعني جهود فريق المركز، وبالإضافة الاستعانة باستشاريين تربويين، استطعنا تبسيط هذه القيم. سأضرب لك مثالا، قيمة الحرية كانت القصة اسمها لعبة جديدة. لعبة جديدة كانت عبارة عن طفلتين، هند وحصة، ترافقهما أمهما للذهاب إلى المتجر لشراء الألعاب. فتخيرهما الأم بين الدراجة والدمية التي تتكلم، فتعرض لهما الخيارين مع الالتزام بمسؤولية خيارهما. فإذا اختاروا الدراجة فلن يلعبوا بها داخل المنزل، وإذا اختاروا الدمية فلن يلعبوا بها مثلا في حال كان أحد الأهل نائما، لأنها ستصدر أصواتا. فيبسط لهما قيمة الحرية المجردة من خلال أفعال واختياراتهم، وأن يكونوا مسؤولين أيضا عن اختياراتهم. جميل. فهذا مثال بسيط. طبعا تترك نهاية القصة مفتوحة. ما رأيكم مثلا ماذا اختارت هند وماذا اختارت حصة؟ تترك النهاية مفتوحة ليكون نقاش بين الأهل والطفل. وأيضا تتضمن قيمة مهمة، عدم السخرية من اختيارات الآخرين. مثلا في القصة يوجد طفل اختار قطارا، فهند همست لأمها، انظري ذاك اختار قطارا، هل يوجد طفل يحب مثلا يعني يحب القطار؟ فقالت نعم هذا هو خياره. جميل جدا. إذا نعم. أسلوب السرد القصصي حاضر في تعليم الأطفال هذه القيم الإنسانية وتبسيطها، وأيضا الفرضيات التساؤلات اللي تطرح تخلي النهاية مفتوحة مثل ما ذكرت، وهي تساعد على أنها تشغل عقل الطفل بصورة أكبر وبمرونة تسمح له بأنه يحط أكثر من خيار، في النهاية أيضا يحترم إرادته وخياره وإرادة الآخرين. سيد يوسف، كيف وجدت الإقبال على المعرض بشكل عام؟ ما شاء الله، المعرض كان في أيام نهاية الأسبوع، فكان إقبال كبير لأنه يوجد تعطش لهذا النوع من المعارض، خصوصا الأهالي يعني يعانون الآن من المعضلة التربوية مع جيل اليوم. ولكن الفقرات كانت جاذبة للناس، خصوصا قدمنا نحن أيضا في مركز الوجدان فقرة حكوات الوجدان، قدمتها الإعلامية الزميلة أمل حكمة، قامت بدور الراوية على مسرح المعرض وقرأت عدة قصص من دليل الوجدان، وأيضا كانت تفاعليا مع الأطفال من خلال يعني سؤالهم عن ماذا يتوقعون أن تكون نهاية القصة، وما هي القيمة التي تعلموها من القصة. وأيضا قدمنا فقرة كتابة اسم الأطفال بالخط العربي مع القيمة التي يحبونها. جميل. قدمتها نعم أنا كخطاط وفنان تشكيلي، بحيث يعلقها في غرفته مع القيمة المتمثلة، مثلا هو يحب العلم، يحب الكرامة، مع اسمه بالخط العربي. إذن السيد يوسف، أنشطة تفاعلية بالإضافة لكتب مؤلفة قدمتها للطفل من خلال مركز الوجدان الحضاري. السيد يوسف شلار المدير الإداري بمركز الوجدان الحضاري، شكرا جزيلا على تواجدك معنا في حلقة اليوم، وكل التوفيق لكم في أنشطتكم وفعالياتكم القادمة. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية.